لسه ثنتين وتجي خمس كل شيء بيجي لك وكل شيء على راحتك. شابي شابي الساعة ثنتين ما عاد نتيجي لنا خمس. شفيد قام ينفض شقل هزاز ذا تجي خمس. مشينا لك اليوم اللي راح فكر يومية بالمشي. توه جاي الغدا توه واصل. كم الساعة جي الغدا؟ أربعة ونص. ما أدري أربعة ونص وصل الغدا اتصلوا علي قمت وبدلت وهذا جيت. ضحكتني قال دلدغ بس لا تجيبك على وجهك الحين. تكلم زي الناس اللي تتكلم وياك. ايش تابه؟ شو التأخير اللي جاي عندنا؟ هذا أقول لك صار عندنا ظروف صار اجتماع للكوفي اليوم. اجتماع. لا صدقتك والله. ايه وادي صار. نزلنا من قيمة المقاول النص. كام؟ من هذا اقول لك نص. ايه كام؟ 500 ريال ولا الف؟ لا نزل 500,000 نزل. ايه تلعب بعد. ايه يلعب. شو متابين؟ شو المطلوب انزين؟ مطلوب يبقى التأديب. احنا لك واجب احنا قاعدين نتأدب بقي انت تأدب. ارفع رجولي. ابو دويش. لا لا ابو دويش. اصبر خلاص اسمع. قلت لي بدون ما صوت عليك. هذا من بدون صوت. ارفع دقيقة عاد انت ايش فيك؟ لا بدويش خلاص والله ما تأخر مرة ثانية بدويش. والله العذر والسمحة ما تأخر. شاهدين علي المرة الجاية انا اللي بمسكنا. ما يصير يا بدويش. اول تسجيل دخول ترفع رجولي بتضربني يا بدويش. قروق خلونا نستانس وننبسط اليوم. غدانا دجاج ولا طازج الا الطازج. ولا طازج الا الطازج خلاص انت غدا يا بدويش. بعد الغدا هدبني.